لا شك فعلا يعني القطاع العام رفع الراية البيضاء استسلاما منه، وللأسف الشديد في وقت متأخر. كنا نأمل أن يكون هناك تفاهم واتفاقات ودراسات للواقع الاقتصادي العراقي، وبعد ذلك ترسم خارطة مسار مشترك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، بدل ما يفرض الموضوع فرضا على القطاع العام. وهناك أزمات حقيقية بصراحة مر فيها البلد 2014، والآن يعني هذه حقيقة أزمة حقيقية، ولعله جرس إنذار نهائي للجميع. 90% تكررت الأزمات، يعني مو تكرر أول الأزمات، مرة، نعم يعني وتكرر نزول أسعار لم النفط، تكن وليدة، يعني وتكرر هي أزمات. يعني جمود التنمية، أو نعم يعني بلد، مشاكل بس ما سوينا حل لحد نعم هاي اللحظة، يعني للأسف ولا تحس إنه المشرع أو الحكومة عندها رؤية للأسف للحل. للأسف الشديد بصراحة أقولها، انتباهها في وقت متأخر، ولكن أن تأتي متأخرا أفضل من لا تأتي. زين. ماكو مناص، ماكو طريق غير أنه نقف، خلينا خط شروع ونفكر ما هي الطرق، ما هي السبل اللي ممكن يسلكها القطاع العام أو ممكن تسلكها الدولة الحكومة في كل تفاصيلها حتى تتجاوز هذه المرحلة. بلد بالكامل 40 مليون كل نصب عين النفط. أكو مصطلح يسموه التنمية المستدامة. التنمية المستدامة في قانونها لا يسمح لصاحب السلطة، صاحب القرار، أن يستنفذ كل موارد وثروات الدولة في وقت قصير، لعله مثلا النفط عمره فد 100 سنة مثلا. أجي أنا اليوم رئيس وزراء أستنفذ كل إمكانيات الدولة حتى يطلق علي أنا شخص هذا إنسان جيد وقدمت خدمات، فهذا ما يجوز، لأن هذا الثروة ملك أجيال. بالتالي هذه 100 عام لازم أني أمضي بتنمية القطاعات الأخرى من خلال استثمار النفط. للأسف الشديد القطاع النفطي سخر بالكامل للحكومة، فقط ينتج وينطي إلى المواطنين، ما لا تطور زراعة لا صناعة ولا تجارة. بالتالي هذا التوقف اللي حصل في القطاع العام وفي انخفاض أسعار النفط شل حركة الدولة بالكامل، حتى فكريا اليوم حتى الشخص المشرع ما عاد يلحق لأنه الوقت متأخر. كشف الخلل بشكل واضح، كشف يعني الخلل واضح، يعني أصبح بصراحة هو الجميع يجب أن يعترف، ما في شيء يعني اليوم نعترف أنه احنا وصلنا إلى هذا الحد، خلينا نقعد، خلينا نفكر شنو هي البدائل اللي عندنا.